وللوقوف حيال هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من القاهرة هشام البقلي، باحث مختص بالشأن الإيراني والخليجي. سيد هشام، أهلا ومرحبا بك على شاشتنا. برأيكم هل تستطيع روسيا التوصل لحلول وسط ترضي الجانبين الإيراني والإسرائيلي في الأراضي السورية بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التصريحات الأخيرة للسفير الروسي بسوريا حول إمكانية أو حول خروج أو حول التوصل إلى تسوية فيما يخص التواجد الإيراني في سوريا، نعم، هي تصريحات جيدة شكليا. نعم، تفضل تفضل أستاذ. التصريحات جيدة على المستوى الدبلوماسي، ولكن آليات التنفيذ كيف يتم تنفيذ هذا على أرض الواقع، هذا هو ما سنبحث عنه أو ما ستؤول إليه الأيام القادمة. يعني هناك تصريح آخر صدر من السفير الروسي أيضا لدى طهران صباح اليوم ونشرته وسائل الإعلام الإيرانية، أن موسكو لم ولن تتفاوض مع طهران بشأن التواجد في سوريا، وأن هذا الأمر مخول إلى النظام السوري هو المسؤول عن التفاوض مع إيران في مسألة التواجد في سوريا. بالنظر إلى تصريحات السفير الروسي بسوريا حول التسوية، نجد أنه تحدث عن عدم وجود ميليشيات عسكرية أو مسلحين عسكريين تابعين لإيران في الجنوب السوري، وهذا الأمر قد تحدثت عنه إيران نفسها منذ فترة قليلة عن طريق مستشار قائد الثورة الإيرانية ولاياتي، عندما تحدث عن عدم تواجد لمسلحين أو ميليشيات عسكرية إيرانية في سوريا، وقال أن من يتواجد هناك هم مستشارين عسكريين بالتنسيق مع الحكومة السورية. إذن هنا نجد ما زال هناك تضارب في التصريحات ما بين طهران وبين سوريا، أو ما بين الجانب الروسي في طهران والجانب الروسي في سوريا. وحتى الآن وحتى اللحظة التي نتحدث فيها لم نجد رد فعل رسمي من الجانب الإيراني حول تلك التصريحات التي أدلى بها السفير الروسي لدى سوريا. نعم، يعني علي أكبر ولايتي مستشار المرشد قال مؤخرا أستاذ هشام بأن وجود المستشارين الإيرانيين في الجنوب السوري لا علاقة له بتاتا بإسرائيل. ماذا يمكن أن نقرأ من هذا التصريح برأيكم؟ ولايات يحاول طمأنة الغرب ويحاول أن يخف من حدة الضغوط الدولية على إيران بشأن تواجدها في سوريا وبشأن تواجدها خاصة في الجنوب السوري، لأنه مؤثر على الجانب الإسرائيلي، خاصة أن تلك المنطقة تقع على الحدود مع إسرائيل. ولايات يحاول من هذا التصريح أن يقول أن تواجدنا لن يكون مرعبا ولن يكون مخيفا للجانب الإسرائيلي، حاول بعث رسالة طمأنة إلى كافة الأطراف في هذا الشأن، ولكنه يقصد أن وجود المستشارين العسكريين في تلك المنطقة بالتحديد من أجل دعم حزب الله اللبناني، ومن أهمية تواجد النظام الإيراني أو التابعين للنظام الإيراني في هذه المنطقة هو حلقة الوصل والإمداد ما بينهم وبين النظام، ما بين حزب الله اللبناني. لذلك ولاياتي يحاول أن يخف من حدة الضغوط قليلا من خلال تلك التصريحات. وأيضا روسيا حاولت هي الأخرى اليوم من خلال التصريحات التي خرجت أن تقول أن هناك تسوية قد تتم في هذا النطاق، ولكن التسوية هي إذا كانت التسوية بالشكل الذي أعلن عنه السفير فإذا هي متواجدة من البداية. يعني إذا لا توجد ميليشيات عسكرية إيرانية وفقا للقول الإيراني، وهناك مستشارين عسكريين أعتقد أنهم لن يخرجوا من سوريا بالطريقة المتوقعة. طب أمام تصريحات إسرائيلية كثيرة ومتشددة حيال عدم القبول بأي وجود إيراني على كل الجغرافيا السورية، والضغط الأمريكي مؤخرا على إيران، برأيكم في نهاية المطاف ما الذي سيجري؟ يعني إيران ستقبل بهذه الضغوط وتخرج من سوريا؟ يعني أنا يمكن تكلمنا في الموضوع ده سابقا على قناتكم سابقا، وقلنا أني أنا أعتقد أن إيران لن تخرج من سوريا بهذا الشكل الذي تتوقعه الولايات المتحدة أو تتوقعه إسرائيل، مهما كانت الضغوط التي تقوم بها روسيا على إيران أو تقوم بها الولايات المتحدة على إيران. سوريا كما قلنا سابقا هي البوابة الرئيسية لإيران على العالم،
هي حلقة الوصل ما بين إيران وبين حزب الله، هي نقطة الضغط على إسرائيل وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التواجد الإيراني في سوريا. فبالتالي إيران لن تخسر كل هذا من أجل الضغوط الروسية يعني. نعم. إيران يعني صرفت كثيرا جدا أموال كثيرة، أموال طائلة في سوريا، ولا تخسر كل هذه الأموال وأن تخسر كل تلك المخططات من أجل الضغط الروسي. طب كان سؤالي الأخير لك أستاذ هشام إن سمحت، يعني كان هناك حديث يعني عن موافقة أمريكية على عمليات النظام السوري في الجنوب واستعادة الجنوب كامل من قبل قوات النظام السوري، ولكن في شرط خروج إيران من سوريا. هذا الموضوع كيف تنظرون منطقيته؟ هو هذا الموضوع غير منطقي بالمره يعني. وبعدين كيف نفرق ما بين القوات النظام السوري وبين القوات التابعه لإيران؟ نعم. كيف نستطيع ان نحكم ان هناك مستشارين عسكريين او غير متواجدين؟ المستشارين العسكريين يعني في ظل سنوات طويله كنا نقول ان هناك تدخل ايراني عسكري في سوريا، وتخرج ايران وتقول ليس لنا تواجد عسكري في سوريا، ثم اعلنت أن لها مستشارين. كيف لنا سنحكم يعني ماذا إذا ارتدى العسكري الإيراني الملابس العسكرية؟ وفي الحقيقة في هذه النقطة يعني كان هناك في هذه النقطة أستاذ يعني تحذير كثير من أن اللعب على ورقة تبديل الملابس على سبيل المثال، تبديل البزات، تبديل الشارات، يعني في حال تم اللعب على هذه الورقة كيف سيتم التعامل من قبل المعني بالأمر على سبيل المثال إسرائيل أو حتى أمريكا؟ أعتقد أن الأمر برمته حقيقة في يد النظام السوري، يعني هي النظام السوري هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول إن كان هؤلاء مستشارين عسكريين إيرانيين أم هم سوريين. سوريا النظام السوري هو الوحيد القادر على حل لوغاريتمات تلك المعادلة الصعبة. الجانب الأمريكي والجانب الروسي لن يستطيع حل هذا اللوغاريتم مهما كان الأمر. هو يستطيع أن يقول أن هناك مستشارين أو ليس هناك مستشارين، لكن تحديدهم أو تحديد أماكنهم أو تحديد هل هم خرجوا فعلا من سوريا أو لم يخرجوا، هذا أمر صعب جدا أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. حتى مهما كان لديها من أجهزة استخبارات لن تسمن ولا تغني من جوع يعني. إذن لو حتى خرجت الاستخبارات الأمريكية تقول أن هناك تواجد عسكري إيراني في سوريا، ستنفي إيران وقتها هذا الأمر، ولن تستطيع أمريكا أن تثبت هذا الأمر. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة الكريمة. السيد هشام البقلي باحث مختص بالشأن الإيراني والخليجي حدثتنا من القاهرة.